بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير على حضراتكم وان شاء الله يوم جديد من بريمو النهارده معاكم وتفاصيل خاصه بمنتخبنا الوطني اللي بيستعد ان شاء الله لمباراتي زامبيا والجزائر ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا عندنا اخبارنا الخاصه بالانديه المصريه والوقت طبعا اللي احنا فيه دلوقتي هو وقت يعني زي ما نقول راحه لاغلب الفرق وبعد كده هيرجعوا تاني للاستعداد لبطوله الدوري مره اخرى ولكن ده وقت مهم جدا للفرق عشان تعيد حساباتها في امور كثيرة منها كمان بعض اللاعبين ممكن يكونوا مصابين ويرجعوا في بعض اللاعبين محتاجين التجهيز اكيد برضه ده وقت مناسب جدا للمديرين الفنيين ان هم يشتغلوا على النقطه دي. نكون معاكم وتفاصيل خاصه طبعا بالمنتخب وده الاهم يعني في الفتره القادمه لكن خلينا نبتدي حلقتنا ان شاء الله باهم الاخبار. طيب يعني عشان احنا عندنا فقرتين النهارده يعني اتعودنا الفتره اللي فاتت خصوصا يعني انتخابات نادي الزمالك بتقترب فمعانا المرشحين لعضويات نادي الزمالك سواء بقى رئاسه سواء نائب رئيس سواء امين صندوق او عضويات موجودة داخل نادي الزمالك يكونوا معانا ويعبروا عن نفسهم من خلال برنامج البريمو وأيضا الجزء التاني بناخد جزء خاص بكرة القدم والحديث عن منتخبنا والأندية طبعا في مصر في الفترة القادمة بأمر الله من خلال طبعا استعدادهم للدولة الممتاز مرة أخرى خلينا نبتدي بمنتخبنا الوطني الحقيقة اللي يهمنا جدا الماتشين الجايين يكونوا يعني مناسبين للحاله الفنيه للمنتخب مصر وده ما بيجيش حقيقه من خلال الماتشات غير من ماتش يكون قوي. منتخب زامبيا معروف وهو حصل على بطوله الامم الافريقيه قبل كده مره. منتخب الجزائر بقوته وعدد المحترفين اللي عنده الحقيقه في اوروبا بشكل كبير. فالماتشين دول بنشوف ان هم معبرين بشكل قوي. احنا لو تتذكروا مباراه تونس قلنا ده الاختبار الحقيقي لفيتوريا مع المنتخب الوطني. وما حدث ما بعد اللقاء والهزيمه اللي كانت موجوده وتصريحات المدير الفني قالت ان الفتره القادمه لمنتخب مصر هتكون مختلفه بما ان في قرارات اتخذت جوه الجهاز الاداري والجهاز الفني في منتخب مصر بان كل اللاعبين هيكونوا متواجدين ومش هيبقى في استثناء مهما كان ومهما حصل بالنسبه لمنتخب مصر، الاهم هو سمعه الكره المصريه من خلال منتخبنا الوطني وانك بتستعد وبتشوف كل اللاعبين اللي انت بيتم اختيارهم مع المنتخب الوطني فبالتالي القايمه اللي موجوده هي خلاص قايمه يعني ما فيش اي مشاكل فيها وده طبعا كان غصب عنه يعني خلينا برضو نقول ان الاتحاد الافريقي حط ماتش السوبر الافريقي في التوقيت ده وفي توقف دولي للمنتخبات هتلعب ماتشات وديه فبالتالي حصل اللي حصل بالنسبه ليه انت يعني لعيبه النادي الاهلي تبقى موجوده مع الـ الـ النادي بتاعها عشان بطولة السوبر وبالتالي مش هيحصل تاني ان تبقى فيه تعارض لبعض التوقيتات سواء بقى مع المنتخب او مع الاندية فبالتالي هو اختار القايمة الخاصة به نتمنى بقى اهو ما عندناش زي ما نقول ايه حجة احنا داعمين المنتخب عامة يعني احنا بنقول ما فيش حجة لكن في الاخر احنا داعمين المنتخب لكن الحجة ان انت الماتش اللي فات انت خرج من عندك بعض اللاعبين انت بتقول ان هم اثروا على اداء ونتيجه اللقاء امام منتخب تونس، وبالتالي انت هتلاعب زامبيا بالعدد اللاعبين اللي موجودين معاك، هتلاعب الجزائر والمنتخب القوي الجزائر التصنيف الاول بنفس اللاعبين اللي معاك، وبالتالي احنا نتمنى نشوف بقى التطور اللي هيحصل لمنتخبنا الوطني والنتيجه ايضا. اه احنا بنقول مباريات تجريبيه وديه عشان نشوف ايه الجوانب السلبيه اللي عندنا عشان نبتدي نحلها قبل بطوله الامم الافريقيه وفي نفس الوقت نزود الامور الايجابيه لمنتخبنا الوطني خليني بس اقول لكم القايمه مره تانية والحقيقه خساره كبيره ان المنتخب يخسر لاعب زي امام عاشور وللاسف ممكن كمان النادي الاهلي يخسره في بدايه بطوله دوري السوبر امام سيمبا التنزاني اللي يوم 20 اكتوبر لاعب مهم اعتقد في الكره المصريه في التوقيت الحالي ولكن اصابته في الماتش الاخير يعني خساره لمنتخبنا وخساره ايضا للنادي الاهلي هنقول اقول لكم القائمه قائمه المنتخب وهو الشناوي طبعا في حراسه المرمى محمد صبحي وابو جبل محمد هاني عمر كمال عبد الواحد احمد فتوح محمد حمدي وياسر ابراهيم وعلي جبر محمد عبد المنعم محمد سامي مروان عطيه طارق حامد محمود حماد حماده حمدي فتحي احمد نبيل كوكا طبعا ده انضم بدل من امام عاشور الحقيقه من خلال كمان الماتش اللي فات عمل ماتش رائع مع النادي الاهلي محمد النني احمد سيد زيزو مصطفى فتحي حسين الشحات عمر مرموش مصطفى محمد محمد صلاح تريزيجيه مروان حمدي في تنوع يعني اعتقد هم دول القوام الاساسي لمنتخبنا الوطني وبالتالي نتمنى بقى ان احنا نشوفهم بوضع مختلف مع الماتشات القادمه سواء بقى زامبيا او منتخب الجزائر طيب يعني احنا هنتكلم مع الاستاذ عصام شلتوت استاذ جمال الزهيري عن مباراة المنتخب الأولى والتانية في الجزء الثاني من الحلقة والحديث بقى عن شكل منتخبنا في الفترة القادمة ما قبل بطولة الأمم الأفريقية إن شاء الله يوم الخميس القادم بذكر حضراتكم هتبقى القرعة الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية يعني منتخب مصر هيلاعب مين في بطولة الأمم الأفريقية أو مجموعته هتبقى مين مصر طبعا في التصنيف الأول وده شيء مميز جدا لمنتخبنا، احنا أبطال أفريقيا سبع مرات وبالتالي يعني احنا الطب في أفريقيا في هذه البطولة. إن شاء الله يوم الخميس هنتعرف على منافسي مصر في بطولة الأمم الأفريقية بكوت ديفوار إن شاء الله. طيب، خلينا بس مع حضراتكم كده وإحنا بنتكلم على منتخبنا والأخبار الخاصة بمنتخبنا، الجماهير المصرية في كل مكان يا جماعة. في كل مكان. سواء بقى للأهلي أو الزمالك ومنتخب مصر بقى بيلم بيلم كل الجماهير المصرية بقى. الاهلاويه والزمالكاويه والاسماعيليه وبالتالي مباراه المنتخب في الامارات نفذت التذاكر الخاصه ب الجانب المصري الجانب الجزائري في طبعا جزء كبير اتاخد لسه ولكن لسه متوقع منها بعض التذاكر لكن الجانب المصري والجماهير المصريه اخذت كل التذاكر الخاصه به مباراه مصر والجزائر ده شيء جميل ان شاء الله نشوف الملعب يعني مليان واكيد يعني الجماهير المصريه حابه تشوف بقى ولادها وتساندهم في ماتش زي ده، ماتش هيبقى قوي ومثير وفنياته هتبقى عاليه، فالاستعداد لماتش زي ده اعتقد هيبقى قوي، اتمنى التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر، يعني اسعار التذاكر يعني عشان بس نقولها لحضراتكم بتبتدي من 430 جنيه ل 4220 جنيه ده بالنسبه لكل مباراه. زي ما قلت لحضراتكم كده ان فيتوريا هو بيتفرج او بيلعب ماتش زامبيا اللي هو يبقى يوم الخميس يومية الصبح هيكون عرف مصر هتلاعب مين في بطولة الأمم الأفريقية. عايز لكم بس التصنيف أو التصنيفات الخاصة بالبطولة، طبعًا التصنيف الأول منتخب كوت ديفوار اللي هو ممثل البلد المضيف، ثم المغرب والسنغال حامل اللقب وتونس والجزائر ومصر. دول التصنيف الأول الخاص به المنتخبات ثم بيجي التصنيف تاني منتخب نيجيريا وخلي بالكم منتخب نيجيريا ده اخذ ثلاث مرات بطوله الامم الافريقيه يعني برضه عشان نبقى برضو عارفين قوه المنتخبات ولكن منتخب نيجيريا في التصنيف الثاني اخر بطوله اخذها اعتقد 2013 وبالتالي ده برضو من ضمن المنتخبات القوي وممكن يقع مع مصر وبالتالي ده موجود ايضا الكاميرون ودي برضو حاجه غريبه جدا موجود في التصنيف الثاني بالرغم ان هو اخذ خمس مرات اللقب لكن الاتحاد الافريقي طبعا بيحسبها باخر توقيتات بالنسبه للمنتخب وقوته وعدد المباريات اللي كسبها وحاجات كتير طبعا بالنسبه للتصنيف بيجي مالي برضو في التصنيف الثاني بوركينا فاسو وغانا ايضا من, المن من المنتخبات اللي اخذت بطوله الامم الافريقيه اربع مرات ولكن برضه في التصنيف الثاني برضو هيجي في التصنيف الثاني الكونغو الديمقراطيه ويمكن الكونغو الديمقراطيه اخذت لقب بطوله الامم الافريقيه مرتين قبل كده يعني برضو احنا بنتكلم في منتخبات قوية في التصنيف الثاني برضو حاجات طبعا هتبقى متوقع ان انت تقابل يبقى في منتخب من المنتخبات دي مع المنتخب المصري التصنيف الثالث منتخب كيف فيردي الرأس الأخضر وزامبيا وقلت تحكم زامبيا اللي احنا هنلعبها ان شاء الله يوم الخميس توج باللقب 2012 يعني توج باللقب مره واحده وايضا موجود جنوب افريقيا وايضا جنوب افريقيا فاز لو تتذكروا في 1996 بلقب بطوله الامم الافريقيه موجود بقى غينيا وغينيا الاستوائيه وموريتانيا دول موجودين في التصنيف الثالث اما التصنيف الرابع منتخب انجولا وغينيا بيساو وناميبيا وموزمبيق وجامبيا وتنزانيا ده التصنيفات الاربعه بالنسبه لقرعه كاس الامم الافريقيه اللي هتكون يوم الخميس ان شاء الله يعني ده نتمنى بقى ان تبقى يعني المجموعه بتاعتنا حنينه شويه لكن باسامي المنتخبات ما فيش حاجه سهله المنتخبات كلها قويه وان شاء الله بس منتخبنا يبقى داخل البطوله دي هو في احسن حالاته ولعبتنا تبقى في احسن حالتها طب ده بخصوص منتخبنا والحديث هيفضل مستمر ان شاء الله لغايه يوم الخميس والمباراه الاولى ثم مباراه الجزائر بامر الله بخصوص النادي الاهلي واستعداده بقى ليه دوري السوبر الافريقي اللي هيبقى يوم 20 اول مباراه تكون امام سيمبا التنزاني يوم 20 مباراة تانية مباراه العوده تكون يوم 24 النادي الاهلي لو كسب هيبقى يروح لمباراه اخرى في الدور القادم نتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي فبالتالي في بعض الاجراءات اللي بتتخذ ما قبل السفر حقيقه كابتن خالد بيبو مدير الكره استاذ طارق انديل الرئيس البعثه اللي هيكون في مباراه سيمبا التنزاني هي استاذ القنديل من الشخصيات المحترمه والمجتهده جدا داخل مجلس اداره النادي الاهلي يكون متواجد وبيط... يعني عمليه التنسيق وده جزء مهم جدا في مباراه هي مباراه اول مباراه في هذه البطوله واول مباراه لطريق الحصول على البطوله خلي بالكم النادي الاهلي لو حصل على بطوله السوبر افريقيا ياخد 4 مليون دولار وده مبلغ محترم بالاضافه ان هو مشترك في بطوله ثانيه وهي دوري الابطال يا رب ان شاء الله برضو النادي الاهلي لو اخذها تبقى الامور بالنسبه له يعني تبقى حادثه ما حصلتش قبل كده بالنسبه للانديه الافريقيه ان تبقى تحصل على بطولتين آه افريقيه للانديه من خلال هذه آه البطوله في نفس اطار السنه بالتالي يعني كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده على فكره كابتن خالد بيبو او امبارح وصل للسعوديه عشان آه يعني يشوف الملاعب اللي هيتلعب عليها كاس العالم وده برضو جزء مهم جدا في عمليه التنسيق والتجهيز لما هو قادم يعني شوف احنا بنتكلم احنا لسه بطول كاس العام للانديه قدام شويه لكن وجود كابتن خالد بيبو ده شيء مهم جدا عشان يطمن على الملاعب اللي هيلعب عليها النادي الاهلي اه الامور الخاصه بالمعسكر هناك حاجات وتفاصيل بتبقى صغيره لكن مهمه لاراحه اللاعبين وان تبقى موفر كل الامور الراحه بالنسبه لفريقه انا بس عشان مهم جدا ان جمهورنا او جمهور النادي الاهلي وهو بيتفرج علينا يبقى عارف فريقه هيلعب مبارياته ازاي لان النادي الاهلي مشوار طويل السنه دي الحقيقه من خلال البطولات ومن خلال الماتشات اللي بتتلعب ورا بعض يعني النادي الاهلي او لعيب النادي الاهلي هيخلصوا المنتخب هيجهزوا عشان يسافروا لتنزانيا ومباراه سيمبا خليني اقول لكم المباراه القادمه بالنسبه للنادي الاهلي يوم 20 مباراه سيمبا التنزاني ثم المباراة الثانية مباراة العودة يوم 24 ثم النادي الاهلي عنده مباراة امام بلدية المحلة في حالة النادي الاهلي فاز وتأهل هتتأجل تأهل للدور القادم في بطولة دوري السوبر ثم عنده مباراة اخرى امام المقاولون العرب لو النادي الاهلي تأهل برضو هتتأجل ده في حالة الفوز يعني ثم عنده مباراة في دوري ابطال يوم 25 نوفمبر مع ميديما الغاني دي هتكون يوم 25 نوفمبر الاهلي هيلاعب 28 نوفمبر سموحه في الدوري ثم يانج افريكانز يوم 1 او 2 ديسمبر ثم يوم 8 او 9 ديسمبر هيلعب شباب بلوزداد وبعد كده يخش بقى على كاس العالم للانديه من 12 ل 22 ديسمبر مشوار يعني مضغوط جدا بالنسبه للنادي الاهلي وعشان كده هتشوف الكولر في الفتره اللي فاتت بيعمل الروتيشن وبيحاول ان هو اي لعيب يعني يتخبط خبطه حتى لو بسيطه او بيشتكي شكوى بسيطه بيريحه على طول فبالتالي بيحاول يحافظ على مجموعه اللاعبين اللي عنده بالاضافه ان هو يشارك لاعبين جدد شفنا الماتش اللي فات زعلوك بينزل شفنا احمد نبيل كوكا بينزل وبينضم للمنتخب وبالتالي ده برده اعتقد تفكير مهم جدا من الراجل عنده 2 يناير فاركو ثم توقف بقى لبطولة بطوله الامم الافريقيه لمنتخبنا الوطني آه بين 13 ل 11 فبراير ثم الاهلي بيعود مره اخرى بقى بيلعب الزمالك هيعود من بطوله الامم الافريقيه ماتش الزمالك هيكون يوم آه 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 15 2 ده اول ماتش بعد العوده من بطوله الامم الافريقيه للاهلي وللزمالك في نفس الوقت ثم 19 2 طلع الجيش وبيرجع بعد كده لدوري الابطال 23 أو 24 فبراير أم الفريق الغيني الغاني سوري انا اسف مديمة الغاني ثم واحد مارس يانج افريكانز برضو في دوري الابطال فبالتالي احنا بنتكلم لغايه واحد مارس لكن بعد كده في امور سواء بقى في الدوري او في بطوله الامم او دوري ابطال افريقيا هتفضل شغاله يعني اعتقد ان الامور مضغوطه جدا للنادي الاهلي عندنا برضو مباراه لنادي الزمالك وبيراميدز اعتقد بنفس الوضع والشكل مضغوطه جدا بما ان البطولات يعني بالنسبه للانديه المصريه اللي مشاركه في افريقيا موجوده برضو عشان مودن اوف فيوتشر برضو موجود مضغوطين جدا جدا السنه دي الدوري والبطوله السنه دي صعبه بالنسبه لكل الفرق. طيب كولر سافر الراجل بعد ما ادى اجازه للفريق هيقضي اجازه كده كام يوم ويرجع يبتدي التمرين مع الفريق والاستعداد بقى لماتش سيمبا التنزين عندي خبر خاص بمحمد عبد المنعم الحقيقه هو احد اللاعبين المهمين جدا جدا للنادي الاهلي في الفتره اللي فاتت والفتره القادمه اللاعب ده يعني اتعرض عليه في الفتره اللي فاتت كميه عروض سواء بقى من شركات تسويق او من انديه ممكن تكون بتتابع اللاعب وبالتالي في عروض جايه له هنا النادي الاهلي بيفكر في ان محمد من احد الاعمده الاساسيه الحقيقه في خط الظهر اما نيجي نبص يعني تطور اللاعب بقى عالي جداً ومهم جدا وجوده في الفترة القادمة. في ترضية أو تجديد للعقد أو تمديد ليه من خلال شكل جديد للجانب المالي لمحمد عبد المنعم. لو هو بياخد مثلا خمسة دلوقتي في تفكير داخل إدارة النادي الأهلي إنها ترفعه ليه؟ مبلغ أكبر. يعني لو بنقول يعني المبلغ نفسه إنه ممكن يوصل ل 14 مليون في السنة. فطردية قوية بناء على ادائه الحقيقه في الملعب وبناء على تفكير لدى الاداره ان بيجي له عروض فاللاعب ممكن يفكر ان هو يمشي فانا برضيك بشكل يعني مميز الحقيقه واداره النادي الاهلي لو عملت كده فبتفكر في استقرار الفريق اه وبالتالي ان اللاعب ما يفكرش في الجانب المادي لان الفلوس اللي بتيجي من بره اكيد اقوى واكبر من اللي بياخذه دلوقتي فالترضيه دي مهمه اعتقد نادي الاهلي واداره النادي الاهلي فكرت بشكل جيد في طرديه محمد عبد المنعم طيب هروح لنادي الزمالك الحقيقه وعنده في الفتره اللي فاتت ما بعد مباراه البنك الاهلي الفتره القادمه هي فتره مهمه فتره التوقف النادي نادي الزمالك يقدر يعني يعني يجهز لعيبته ويبتدي يلملم شويه بعض المشاكل اللي موجوده اهمها مثلا ان في كلام حصل ان محمد عواد هيتم تطبيق اللايحة الخاصة بالطرد في ماتش البنك الأهلي عليه هنا ممكن بقى الجانب الإداري والمتمثل في الكابتن عبد الواحد السيد إن هو يفكر هل اللاعب ده تعمد ولا ما تعمدش لكن هنا كابتن عبد الواحد قرر إن لا مش هيتم معاقبة عواد باللايحة الخاصة بطرد اللاعبين لدى نادي الزمالك لأن شافوا إن محمد عبد يعني اتظلم في ضربة الجزاء أو في الكره اللي اتطرد فيها انا اسف الكره اللي الطرد الطرد اللي اتطرد فيه محمد عواد فبالتالي يعني روح القانون بقى زي ما احنا بنتكلم كده قال لك لا هو مش هيتم تطبيق اللائحه الخاصه بيه طرد اللاعبين لدى نادي الزمالك ده ممكن تفكير كابتن عبد الواحد وده شيء برضو بي يعني بيشوف ان اللاعب بيتم تقديره بالشكل ده فده الجزء الخاص بمحمد عواد كان في تصريحات لأسوريو عن نيمار تتذكروها ما بعد الماتش الأخير وإن اللاعب ما بالتعليمات في مباراة النص عشان كده ما بيلعبوش. فبرضو كانت جلسة كابتن عبد الواحد مع أسوريو وتنبيه إن ما ينفعش إن يتقال كلام زي ده عن اللاعبين وإنك ما تتكلمش عن اللعيبة يعني بخصوص أمور ممكن تكون حصلت قبل كده وخلاص الأمور بتعدي إحنا مش ناقصين مشاكل ومش ناقصين تصريحات ممكن يعني تخلي اللاعبين يعني نفسياتهم او روحهم المعنويه تقل. ايضا الجلسه كمان كانت مع نيمار ان هو انت بتقعد معاه عشان برضه مش تواسيه انك تقول له لا انت ممكن اه تغلط لكن الماتش اللي جاي هتبقى افضل ده برضه امور خاصه بكابتن عبد الواحد مهمه جدا الحقيقه لدى نادي الزمالك في التوقيت ده لان انت لو خسرت لاعب ولاعب مهم انا بشوف ان نيمار من اللاعبين المهمين الحقيقه لدى القايمه الخاصه بنادي الزمالك. لو خسرته اعتقد ان انت مش مش يعني عندك الامور صعبه بالنسبه للاعبين وقدره اللاعبين في الفتره اللي جايه بالنسبه لنادي الزمالك بعدد كم من انك لو خسرت واحد تبقى مشكله بالنسبه لقائمه نادي الزمالك. موقف فتوح والتجديد فتوح عنده القدره ان في يناير القادم ان هو يمضي لاي نادي. اه ممكن اللجنه الثلاثيه كابتن عدل الواحد السيد بيقعدوا معاه يتفقوا على امور موجوده داخل العقد لكن الجانب المادي هو مهم جدا فتوح له شرط ممكن يكون صعب شويه وهو ان هو ياخد مبلغ كبير من مقدم التعاقد يصل ل 30 مليون جنيه. هو شايف ان التزاماته والفتره اللي فاتت الالتزامات اللي كانت موجوده عنده ان هو ياخد المبلغ ده عشان يفي بالالتزامات دي. فهل مجلس الاداره الجديد لاهي نادي الزمالك هيكون ليه جلسه مع فتوح تاني بحيث ان هو يتكلم معاه في الجزئيه دي وهل العقد اللي طالبه فتوح هيتم تنفيذه ده برضو مش هيتم الا بعد وجود المجلس الجديد بالنسبه لنادي الزمالك. ممكن بقى الفتره اللي جايه بالنسبه للانديه احنا قلنا الانديه كلها بتستعد الفتره اللي جايه ممكن يبقى فيها مباريات وديه نادي الزمالك بيستعد برضو او بيحاول يبقى في مباراه وديه في الفتره القادمه اخيرا قبل ما اطلع لفاصل واستقبل ضيوفي آه بعد الفاصل كابتن خالد جلال نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي بقى لنادي فاركو خلفا للبرتغالي برونو روماو آه طبعا انتوا عارفين ثلاث اسابيع بس والمدرب البرتغالي مش اداره فاركو اخذ القرار بان هو يعني فبالتالي كابتن خالد جلال هو المدير الفني الجديد بالنسبه ليه فريق فاركو هنشوف الايام القادمه بالنسبه بقى للدوري ده اول مدير فني يتم اقالته اول مدير فني كابتن خالد جلال يبقى متواجد بدلا من مدرب او مدير فني اخر فهنشوف الايام القادمه هتكون عامله ازاي في الدوري الممتاز لما ينتظم بقى الامور تنتظم في فرق طبعا الامور بالنسبه لها صعبه احنا بنشوف الدوري الممتاز الجدول اه احنا في الاسبوع الثالث لكن في فرق خسرت كل مباراتها زي البنك الاهلي مثلا فبالتالي هل ممكن ده يحصل بابا ممكن يمشي ده لسه هنشوفه بقى من خلال المباريات القادمة في الدوري الممتاز خلينا هطلع لفاصل أستاذ آه آه هشام آه نصر إبراهيم وأستاذ خالد منتصر الزيات هيكونوا معايا والحديث عن انتخابات نادي الزمالك وما مرشحين طبعا لعضوية مجلس إدارة في نادي الزمالك في الفترة القادمة يعني هنكون معاكم وتفاصيل خاصة بانتخابات نادي الزمالك انا انضميت لهذه القايمة بكل يعني حب لان حسيت فيها انه فعلا في تجرد وفي محبة وفي اصرار انه نادي الزمالك يرجع زي ما كلنا كنا نتمناه ونحب انه يكون يمكن نادينا الحبيب مر بظروف صعبة جدا خلت كتير منا ان احنا نقعد بعيد انما سعيد النهارده ان احنا بنتكاتف كلنا نرجع لنادي الزمالك منظره الحضاري ثقافته حب الجماهير الرهيب اللي انا شفته خلال الفتره اللي فاتت نريد منكم ان تكونوا يدا واحده وقلبا واحده وراء هذه القائمه التي يرأسها الكابتن حسين يريد من كل زمالكاوي مخلص ان يقدم قلبه وروحه ودمه من اجل ان تفوز هذه القائمه لتستعيد زمانك زمنه الجميل وذكريات الحلوه نريد من كل منكم ان يكون عضوا فاعلا في نجاح هذه القائمه مسلسل قال لي احمد قبل ما بوط اقدر اخش انزل بريك تاني قلت له وعد مني ان انت تخش انزل بريك تاني واول ما نجلس ان شاء الله اول واحد اكون انا انزل بريك تاني غلطنا كتير احنا غلطنا كتير وزاد الغلط للدرجة ان احنا اسقطنا انفسنا اسقطنا انفسنا ابتدينا ندور على العيوب وما نأكدش على الانجازات فعملت دروب كبير في قيادات كبيرة موجودة حاليا في المكان كان ممكن لو تضافر الجهود زي ما النهارده احنا شايفين كان يبقى الموقف مختلف تماما وما كانش حد يقدر يخترق هذا المكان من خارج النادي التجمع ده ما حصلش من سنين طويله وانا عشت موقف كبير في المسؤوليه وعرفت قد ايه نادي الزمالك بيعاني لفتره وللاسف حاولنا كتير ولكن كان من الصعوبة إن الأمور دي تنتهي في توقيت أسرع من أما بقول هيبة نادي الزمالك مش بالصوت العالي ولا بالجعجعة، لا بالفكر المحترم وبالقوانين، فده أول حاجة بأكد لحضرتك. نمرة اتنين بالنسبة للمنافسين احنا برضو يعني آسف احنا تقريبا من الـ 12 دول كان خمسة غير برضو المهندس هشام كنت بنستعين بيه في حاجات كتير جدا جدا، فبالتالي كلنا عندنا فكر واحد ان احنا كلنا بنتبنى حاجه واحده فقط، علاقات طيبه جدا مع الاتحادات الرياضيه، مع اللجنه الاولمبيه، مع وزاره الشباب والرياضه، ودول الثلاثة اللي هم الاساسيين، وبالتالي احنا ما عندناش اي حاجه بننظر لها الا نادي الزمالك. نادي الزمالك مظلوم تماما. تماما من الناحيه الانشائيه متاخرين باي فار وبصراحه انا كنت بتدخل رغم ان انا برضو احد اللي كانوا ممنوعين من دخول نادي الزمالك برضو ما اعرفش ايه السبب المهم ممنوع وخلاص لما كانت بتوصل لي اي رسومات حتى عن الفرع الجديد ولاقي فيها اخطاء وما زال حتى الان مش اخطاء لا تعبر عن المتطلبات بتاعه نادي الزمالك المواطن المصري هو بطل روايتنا الوطنية الدولة بتجري بأقصى سرعه في اي فرصه عشان يجيب جول هنرجع تاني لعرش الاردن بعمل مشروع حياه كريمه عايز اغير حياه 60 مليون انسان المجتمعات لن تتقدم الا بالتعليم هنا في نيودلهي هذه المبادرة المصرية لتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء أنا منبهر بالتجربة الهندية كل حاجة ديجيتال يعني هو طلع القمر وفي نفس الوقت صناعات أنا عايز صنعة في مصر ترجع تاني في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجزء الأكبر منها مخصص للتصدير مصر فيها حاجات تدعو للتفاؤل هذه الأصوات التي كانت تخرج من القلوب ليس فقط دعما للرئيس كشخص إنما دعما للمشروع الوطني المصري بقول لك عشان تعرف إن بلدك واقف على رجلها في ناس مرتزقة بتحوم حول المشروع الوطني عايزين يعطلوه اوعى تد وجانك لهؤلاء عايز يحبطك بلدنا كبيرة بلدنا عظيمة يا مصريين شاء أنا مش هيضيع بالورقة والقلم مع نشأة الديه من السبت إلى الثلاثاء الثامنة مساء على تان تي في حكايات وأسرار عالم كبير جدا وهو عالم الطيور والحيوانات العالم اللي لو بصينا عليه هنلاقيه مليان حكايات ومعجزات والعالم ده أمم زينا زي ما القرآن قال أمم أمثالكم لها قوانينها ولها نظامها ولها رزقها من ولادتها لمماتها. إذا كنت بتدور عن الحب والوفاء والإخلاص فعليك بالحيوان. حكايات ومعجزات برنامج جديد هنعرف ونكتشف فيه حكايات ومعجزات العالم ده. عالم الطيور والحيوانات. حكايات ومعجزات الثلاثاء الثالثة مساء على تان تي في هكذا هي بغداد تحسبها واضعة محبة هادئة وفجأة تصبح هائجة لائجة أرجو لنفسي براءً من محبتكم إذا تبرأت من سمعي ومن بصر يا من به صمم عن الشكوى العاشق يوميا الثانية عشر مساء على تان تي في طيب رجعنا لحضراتكم مره تانية الكره وحلاوتها والكلام فيها دايما بيبقى شيق من خلال طبعا وجودنا النهارده مع ضيوفنا الكبار حيالي. طبعا الناقد الرياضي استاذ عصام شلتوت وايضا الناقد الرياضي استاذ جمال الزهيري وحقيقه الحديث معاهم بيبقى شيق جدا في كره القدم خصوصا ان احنا داخلين على ماتشين لمنتخبنا الوطني ماتشين مهمين اه هم تجريبيين لكن برضو بيعبر عن الفتره القادمه بالنسبه لمنتخب مصر استاذ جمال تحياتي لحضرتك اهلا بيك تمام الله يخليك استاذ اهلا بك اتفارقك دايما بحبها والواناتها <applause> طيب احنا المره اللي فاتت كنا مع بعض لو تفتكروا ماتش تونس اه ووقت بتاع ماتش تونس صح الوضع مختلف دلوقتي م. خلاص مفيش حد هيخرج من المعسكر لاسباب خاصه بانديته والتواجد في ماتشين مهمين ماتش زامبيا ثم الفيديو. هي المره دي هتبقى تجربه او التجربتين هيبقوا اقرب لل للواقع اللي احنا عايزين نشوف مستوى منتخب مصر فيه في يعني المره اللي فاتت زي ما قلت كابتن كان في كذا لاعب بتوع النادي الاهلي اساسيين وما كانوش موجودين وبالتالي ده اثروا يعني اثروا طبعا اثروا طبعا لان الرجل الراجل عنده حق هو عنده حق بس كان من الاول لو هو يا جماعه يرجع يقول بس هو اللي وافق ايوه ما انا لسه هقول هو حقه فنيا يا استاذ استاذ فنيا طب وافرض اللعيبه دي كانت عندها انذارات ما لازم عنده بدايل عشان نتكلم بس برضه بس, بس على الاقل على الاقل على يعني هو را هو اللي آه. وافق محدش ما حدش اجبره طب ما الاهلي راح بفرقه, آه. على بفرقة ما فيهاش دوليين اصلا كاس عالم للانديه ولعب وكذا بس ما فيش مشكله هي الفكره انه لازم برضه يكون الاختيارات بتاعته هو بالنسبه للمدربين المنتخبات القماشه اوسع واكبر يقدر يختار صح يقدر يختار مم. لو هو بيشتغل صح يعني هيقدر يبقى عنده البدائل اللي تؤدي غرض افرض لاعب مصاب مم. بس طبعا هنقدر نقول انه استاذ جمال السعوديه مم. لما تعقدت مع الراجل للمنتخب علشان زادت الاجانب اول اتفاق معاه مم. 163 يوم لا يغادر المملكه مش يجي على الماتشات ويروح يشوف في الاستاد وبيلف ها. الملاعب كلها بس, بس هو الراجل قاعد بس خلي بالك بقى الحتة يعني يعني آه. دي حلوة أوي هو موجود نتيجة خبرات ممكن يكونوا هم مروا بيها م. إحنا بنمر بالخبرات دي وبرضه بنوع في لا في احنا يعني باكر... بنمر بالخبرات لكن آه. اللي بيديروا الكرة ما بيمروش بخبرات مم. لا فيتوريا الحقيقه برضو ما نقدرش نقول ان هو مشي اه غائب يعني آه. لا مش غائب لا موجود عنه انا عنه. بنقول فكره لا انا مش بتكلم آه. على ال... يعني بتكلم على الفكره نفسها لا, ممكن لا يعني ده يفكرك تكون... بمين اه ممكن عندهم فاكر... كانوا في فاكر... مدير فني بيمشي فاكر طارديلي فاكر منه طلبات طارديلي اه الايطالي لما تولى ولولا تردلي ومشي وكان عايز قاعد في ايطاليا وملوش دعوه اه اه ده مش م... ده ما ينطبقش على فيتوريا في الموقف الحالي. احنا بنتكلم على الفكره انك آه. انت مثلا دي جت القرار ده بناء على خبرات حصلت. آه. انت اكيد عندك مواقف ثانيه مختلفه بالظبط خبرات انت للاسف ممكن بتقع في نفس المشكله كل مره آه. ما بتكتسبش خبرات دي حل اللي بالزبط. بيحصل لك فهي دي النقطه هو م. م. اولا اللعيبه لعيبه النادي الاهلي هو ما سابهمش في مباراه اثيوبيا مباراه اثيوبيا كانوا معاه هو سابهم في مباراه تونس تونس يعني, يعني أيوة اللي هي المباراه الوديه آه المهم انه بس هو طلع بقى ما هي برضه النقطه دي ما طلع برضه قعد يعني الراجل يعني ايه يندب في النقطه دي بقى 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 اللي قاله ده اللي قاله ده يتاخد عليه يا استاذ جمال آه. يا كابتن فاروق ويخليه شكله وحش مم. الا اللي عملته مش هعمله تاني ليه وحكي حد حاطط مسدس في دماغك يعني ما حدش اجبرك اه حدش اجبرك انك مم. تعمل كده يعني النادي الاهلي من حقه يطلب مم. وانت من حقك ترفض مم. فما كانش في احنا مشكلة احنا الماتش الجاي زامبيا زامبيا وبعديها زامبيا, موجوده معانا في تلت الامم الافريقيه اه وتصنيف ثالث على فكره يا استاذ اه ومعانا الجزائر طبعا تصنيف اول الحقيقه الموقف انك بتلعب ماتشين تصنيف اول زي تونس والجزائر ده اعتقد ده استعداد كويس معاهم زامبيا طبعا كبطله لبطوله الافريقيه قبل كده برده ده ماتش كويس رايك في الحاله الفنيه للفرقتين ده ممكن يخليك انت تظهر بشكل مختلف عن ماتش تونس مؤكد ويطمنك مؤكد ان هو راجل لو لم يكن اولا م. من هذه الشريحه الفنيه الحقيقه كنا قلنا عليه انه هو زي ما استاذ جمال قال لا يستحق لكن فيتوريا كاسم وخبرات يستحق يبقى في منتخب مصر عليه بقى ان هو ياخد الموضوع بجديه اكثر م. وياخد من اسم مصر اللي عاجبه زي ما هو عجبنا انه لازم يبقى عارف كويس قوي الخريطه زامبيا بلد كوره رغم انها تصنيف ثالث بسبب النتائج انت عندك كاميرون ونيجيريا تصنيف ثاني ما انا بقول لحضرتك إن بسبب النتائج واحيانا يغيب أخير. ايه يغيب جيل ودي في واحده من سوقات يعني الكوره مره راح لها منتخب كامل مم. يعني في حادث طيران وبنت نفسها مره اخرى وكذا مم. فهو عليه انه ياخد الامور بجديه اكثر ويكون عنده هدف معلن يعني انا بستغرب برضو ان هو في المؤتمرات ما حدش بيقول له حتى اكيد في اجندته ده راجل يعني كلاس ايه ما ننكرش لكن ما حدش بيقول له قول للاعلام عشان ينقل للناس ستيب يعني ايه الخطوه اللي جايه ايه الخطوه اللي بعدها امتى المنتخب هيبقى جاهز امتى المنتخب تقدر تقول الان استطيع المنافسه مع نمبر 1 و2 و حسب المجموعات اولا لحلم كاس العالم وقبلها طبعا تجربه مهمه أمم أفريقيا في كوت ديفوار أربعة وعشرين وبالتالي وأنت بتتكلم هنا لازم نقول له كل الإمكانيات عند حضرتك مستر فيتوريا مم. لا ما عندوش أحد. مشاكل في القائمة المفروض إنه يعني ما عندوش ما فيش مشاكل ما حد عنده إصابات ما ينفعش <applause> منتخب مصر مثلاً. ما ينفعش منتخب مصر يا كابتن مم. يتقال إنه عنده بسبب ستة لعيبة وأقول لك وكمان مو صلاح إنه عنده نقص مم. لان وائل صلاح ممكن ما انا مش بقول لحضرتك افرض صلاح بشر مثلنا وخد كارت احمر يا اخي هتعمل ايه مش هنروح البطوله قدر وبالتالي صح. وبالتالي, صح. وبالتالي صح. صح. يا عم ربنا يكفي مثلا شر الاصابات هاتها من ابسط حاجه لكن نفترض إن إن انه حصل غيره يعني. وبالتالي هو عليه انه يكون عنده تركيبه دائمه للمنتخب ما هو المنتخب مسته ايه ده دا؟ دايما كفروه وطبعا حضرتك راجل دولي انا بقول لجمهورك يعني مسته أنه هو اللعيبه مش بعاد عن بعض طبعا عندك سوبر نجم لكن عندك كمان الكثير والكثير من نجوم الصف الاول <applause> وبالتالي تقدر طول الوقت والا ما ننظرش بقى للتجربه المغربيه والتجربه الجزائريه يا جماعه لازم نبص ده التجربه التونسيه اللي فيها لعيبه كتير من الداخل بالمناسبه لازم نروح للشريحه دي امتى عليه إنه هو بعد الماتشين دول يقول لنا ويطمن نقدر منتخبنا رايح فين بعد الماتشين دول لازم يعني تونس خلاص حطيناه على جنب او رميناه ولا ظهرنا لكن الماتشين دول يقول منتخب مصر يعمل ايه في بطولة أمم افريقية؟ شوف يا كابتن مم. رقم واحد مم. انت مش رايح كأس الأمم الأفريقية عشان التمثيل آه. المشرف زي ما كان بيتقال آخر ظهور لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية نهائي, نهائي. والحقيقة كان مسيرة المنتخب مع كارلوس كيروش في كل الماتشات اللي لعبها لعب مع كل الفرق الأفريقية الكبيرة مم. وأدى بشكل جيد وكسب وصعد وتأهل الى المباراه النهائيه وبالتالي ما بحبش انا للناس اللي بتتكلم على انه الكره المصريه في انهيار الكره المصريه ما زالت بتحتفظ بمكانتها مم. انت مشكلتك ان لما بتبعد عن المنافسه هو ده يعني انت ما انتش بعيد ما انتش تحت الصفر انت ليك ليفل معين بيعلى أول الاول انت لا بيعلى وبينزل لا بيعلى وبينزل ده طبيعي، مم. يعني انت من 2006 ل 2010 ما كانش حد زيك. مفيش حد يقف قدامك. هل هل طبيعي آه. انك تفضل على طول كده؟ لازم هيحصل كيرف، مم. لازم هتنزل انخفاض. ما تقعدش تحت كتير؟ لا ما هو ما هو انت برضو ما هو انت برضه ما, ما هو برضه ما هو برضه استاذ جمال بيتكلم في حته انت 2006 آه. 2010 انت رقم واحد رقم, رقم واحد بلا منافس وبعد كده انت وصلت مرتين نهائي. مع كوبر انا ما اقولكش حاجه بالظبط يعني ما انتش بعيد مين نسيت اسمه لا ما هو انت الراجل اللي ضرب اللي ضرب كيروش لا, كيروش, لا كيروش, كيروش كيروش, مع كيروش سوري آه. ووصلت كاس عالم تمام تمام فانت يعني مع كيروش ما رحناش مع كوبر انا لعبت, لعبت كوبر الفاصله اللي هي كانت مع السنغال بس الاداء اختلف الاداء اختلف كان مع كابتن حسن كان عنده اه, آه هي دي فيجن وكان عنده رؤيه انه بيقول للعيبه كونوا و بحجم مصر في الاداء او خلي بالك هو لغايه دلوقتي لأنه كنا بنلعب فرق فيها قوات نعم محموله جوا عايزين منتخب يكون بنفس الاداء وكيروش نفس يا كابتن نفس النتيجة المنتخب الوطني مع كيروش قدم لنا برضو مفاجات كتيره جدا لعيبه كتير محمد عبد المنعم آه. يعني عمر محمد عبد المنعم عمر كمال هسيبكم ما تقولوا فتلاقيهم كلهم من القفله لكن إيه؟ ما قدم لناش الكوره احنا زهقنا الناس من الدفاع يا جماعه احمد نظام وكل العيبة. حاجه لكن زهقنا الناس لا. ايوه حت... على اللعب الدفاعي مش دفاعي دي طريقه لعب مش دفاعي بحت ما اقصدش دفاعي بحت لكن كان علينا انه نهتم بالتلت الامامي ده شغله بقى هو طب مش ده شغل انا مع مش عارف بقى مش عارف مشكله بقى, بقى حتى ما عارف الان الحقيقه انا ما حطيتش صوره للماتشات اللي فاتت يعني شوف انا بقول اسمه قد ايه آه وبقول نتايجه إزاي؟, آه ازاي لازم تبقى مبشره قياسا على تاريخه وسيفيو لكن انا هو مش مدينا بوصله لطريقه اداء نفهمها المنتخب مصر خاصه فيما آه هو اداء في التلت الهجومي يعني ازاي بقى مش قادر اوصلها؟ عشان كده المباراتين دول اما هو يخرج علينا بانه اهو قدمت كذا وكذا وفاضل كذا وكذا او مش هيتعرض لسهم نقد ولا حاجه، هنطلع احنا بقى كمحللين بما يرضي ضمائرنا المهنيه ونقول هذا ينقصنا شوفوا يا جماعه عايزين من هنا يعني نحط سبوت نحط نور احمر هنا لانه فعلا كمان اداره الاتحاد يا جماعه ازاي ما عندناش لجنه فنيه ما حدش يزعل مني يعني ازاي مم. يا كابتن قرعه امم افريقيا استاذ جمال ما مم. فيهاش نجم من مصر مصر صاحبه السبع علامات والوصول للنهائي مليون مره مم. في تاريخ الخميس؟ اه مفيش حل مين, مين هيدعيك وانت اصلا متسبي والبورد كله كان مم. في الاوتيل مش عايز اقول الاسم اللي هو بينه وبين الاتحاد تلات دقايق ماشي ما حدش راح لهم متعشر بشاي هو مم. كمان لازم دروج اعتقد وهتلاقي حق ضيوف وممكن ايتو المره دي ما عندناش حد محاولة. في القرعه لا طبعا لا يليق ولا لا يليق. يعني طبعا ما هي معاملات برضو يا كابتن فبالتالي لابد مم. من اداره لحد انها تساعد الراجل مش اللجنه الفنيه مش تيجي تقول له تلعب مين وما تلعبش مين بس يبقى هناك قاعده دائما مع لانه ده بديل المدير الرياضي في الانديه صحيح وبالتالي صحيح. ازاي ما عندناش لجنه فنيه مع احترامي لاي كابتن منكم يا جماعه يعني هو اه هو المشرف على المنتخب اما اللجنه الفنيه تعوز حاجه تقول له خلي بالك الراجل بيعملها ولا لا ولا أنا, أنا, مش انا مش عايز اتحول لنقطه تانية مم. خاصه بالمنتخبات لان عايز اسالكم على المنتخبات اللي تم تشكيلها رايكم فيها لكن مم. عايز اخد في القائمه هل عندكم اي يعني استفسارات عن القائمه دي خاصه يعني انا شايف ان في, في, في المرمى مثلا بص في حراسة المرمى احنا متفقين على ايه؟ على انه الحارس الاول هو الاول والتاني والتالت أوه. التاني والتالت بيبقوا غالبا اختيار في نوع من اتاحة الفرصة أوه. بس لل... برضه بناء على مستوى بس كلام. هو كان لازم أوه. ياخد صح كان صح؟ لازم ياخد حارس الزنفولي مم. ولا وفي علي لطفي سبيل على سبيل على وعلى سبيل علي علي لطفي كان كويس بس, كويز بس, كويز بس, بس كويز منه ده. جاي من النادي الاهلي من كنت مؤخره لكن الزنفولي ده وارد الدوري من فرق بره الاهلي والزمالك مم. فكان عليه كمان في بيراميدز كمان كان عليه ان هو يلمس انا بتكلم اللي والله علي لطفي كان بره المنتخبات علي راح علي موجود علي في النادي الاهلي كان لازم يدي نفس ما هو ده اللي بنقوله بقى. عشان ده بالنسبه للحراسه أما م. بالنسبه لباقي الاختيارات م. أنا بشوف إن هو مختار تقريبا أفضل العناصر م. اللي موجوده في الدولة. طب دخول كوكا أحمد أبي كوكا كان يعني هل ده ممكن هو, يكون كان, على هو كان مختار مثلاً؟ في المنتخب الأولمبي على آه. فكرة. وتم استدعائه بقى من المنتخب الاولمبي للمنتخب ده ده الاولمبي. شايفه افضل حل لبديل لامام عاشور؟ اه لانه عمل. في حد تاني ممكن من بره. هو عامل أوه. أوه. هو عامل شغل كويس الفتره الاخيره. اه لا هو كمان الماتش اللي فات. والماتش اللي فات ده كان متألق يعني. أوه. هو اخر حاجه انا عرفتها انه انه انه, إنه فيتوريا بجانب أوه. المنتخب الاولمبي والحقيقه لازم نتكلم عن الراجل البرازيلي ده الراجل البرازيلي ده ميكالي. ميكالي. آه انه دي قايمه فيها 40 كان منهم كوكا وبعض اللاعبين برده في السن الاولمبي. وبالتالي هو شافه في اخر ماتشين مم. فقيل ان هو كان بيقول يعني ان هو على مشارف انه في اي معسكر اخر يضمه فجت يعني اصابه عاشور ربنا يا رب يعافيه بالسلامه مم. خلته استدعاه فورا. امم لان هو ده الكلام اللي وصلني طبعاً. يعني. تمام بس في لعيبه انا مثلا شايف زيكو مثلا هايل في زد. فيه لعيبة آه في لعيبه اخرين بس فايز. هو برضو الاختيار بيخضع ل لازم المنتخب الاولمبي برضه عنده استعدادات وعنده لازم يبقى برضو ما هو المنتخب الاولمبي آه. ما هو مختار لعيبه آه. و... يعني عنده مجموعة برضه كويسة جدا. مم. يعني أعتقد إنه هيبقى في في أكيد نوع من التنسيق بين الاتنين يعني هو لما لما فيتوريا احتاج صحيح كوكا آه. خدوا يعني طبعا. انه في تنسيق بين الفريقين يعني هو بس بالنسبة آه لزيكو زيكو لاعب واعد لكن انت وانت بتتكلم عن منتخب مصر لازم يجي اولا من شريحه الكلاس ايه المحترفين الخارج طبعا. ودي ساعات لما المدربين بتعملها بنزعل لا ما تزعلش دول بيبقوا اول ناس جده لما جه مع كابتن حسن شحاته لا برضه كان قادم منين؟ النادي الاهلي لا كان في الاتحاد كان في, في الاتحاد, الاتحاد ايام كان في الاتحاد اول, أول اختيار بعد كده, آه آه كده راح النادي الاهلي آه, اه لما بس هو كان في الاتحاد لما, كمل بقى ما الاتحاد سكندرية كابتن برضه حيث الشعبيه وسيد البلد لكن بس هي الاختيارات عموما لكن ده يعني, يعني هو مختار فرصة يعني طيبه سواء ليس يعني المحترفين مفيش عليهم خلاف طبعا لا مفيش عليهم اي خلاف طبعا بخصوص المنتخب الاولمبييو تشكيل المنتخبات الحديثه سواء يعني بص يا كابتن قبل ما ننقل يعني بص الراجل بقى ميكالي واخد حارس اهو من مم. سيراميكا علي الجبل اللي بقول لك عليه ان كان يجب انه فيتوريا يبص بما انه معسكر مم. انت شايف محمد صبحي مش في افضل حال مم. وابو جبل خلاص مم. ابو جبل يا سيدي وصبحي صبحي خلينا نقول مم. اسماء مم. معلومه خد بقى حد خد علي يعني. خد الزونفولي ادي امل للاعيبه الدوري انك تستعين بيها. صحيح. طيب بالنسبه للمنتخبات اللي انا بقول لحضرتكم عليها اللي هو التشكيل 2005 و2008. في الكابتن احمد الكاس وائل رياض 2005 وائل رياض وكابتن احمد الكاس طبعا نجمنا الكبير طبعا شيء جيد جدا انه يتم الاستعانه بالكاس مم. راجل خبره طويله ويعني اعتقد انه من المدربين يعني هيبقى من المدربين ال... الواعدين جدا متاخره أيوة شويه آه متاخره آه عليه طبعا متاخره آه؟ لكن آه كويس انه برضو آه الناس افتكرت يعني كان ممكن مم. يفضل كده الراجل يعني انا بقول ان هو اختيار مم. موفق وبالنسبه لواقي الرياض وائل الرياض من العناصر التدريبيه المتدرجه يعني بيشتغل كمدرب عام مم. مع اكتر من مدرب مع صحيح. كابتن شوقي غريب و... ومؤخرا الكالي. مع مين مع بكالي فعنده خبرات متراكمه وهو بس كم... هو دلوقتي خلاص هو مش هيبقى موجود انا خايف, موجود خايف, موجود لا, خايف موجود. لا خلاص, لا خلاص. آه. انا خايف بس اقول رايي لان اولا أوه. انا منحاز جدا لوائل لأن شفت التدرج ده لاعبا ثم أيوة. هو كمان شخصيه قياديه لكن للامانه م. وانت بتختار مدربين لو في لجنه فنيه هتعمل حسابها هل هو ها أه؟ تولى المراحل العمريه دي ولا لا؟ طب ما تولاش كانوا هيخلوه من بدري زي تجربه وائل كده يشتغل مع الراجل بتاع المنتخب الاولمبي قصدك على الكاس؟ اه طبعا أو. انت فين بقى من الكاس العلامه الكبيره البراند ازاي ما حطيتوش مع منتخب اول ومن بدري كمان؟ ما هو انت مش هتقدر تعمل ده مع ما هو ما فيش السابقة. لجنه فنيه يا استاذ جمال أيوة. بعد أيوة. اذنك يعني. يعني, في واحد اهلاوي واحد زملكاوي على الترابيزه ده عايز يجيب واحد وده عايز يجيب واحد طب ما في حاجه بقى تاني مش احسن الوضع ده احسن ما تجيب حد لجنه فنيه لا مش احسن هقول لك بس ويرشح لك مدربين وما تاخدش منهم يعني زي ما يعني عملوا دكتور مع الدكتور عمرو ابو المجد مع الدكتور عمرو ابو المجد لا ده حصل ومشي وكلمنا و... بس طبعا يطلع قلت له حق البلد دي ربنا يديله الصحه قال انا مش عايز اعمل ازمات، كان لازم يعمل مؤتمر صعب، يختار ثمانية ما يجيش منهم مرة واحد بس هو اعلن برجل. السبب يعني ان هو تمانية ما يجيش منهم ورا واحد يعني انتوا بتشوفوه رياض مناسب عشان الله ايه؟ عشان دي؟ ايه؟ آه. علشان ما كم مسكش دي. منتخب والكاس طبعا في المرحلة دي لكنه ابن المراحل دي كلاعب واشتغل مع ميكل لكن انت جاي تجيب الكاس مم. توديه لفرقة لسه عايز تقول له ابجد هوز ليه؟ ليه بتعمل فيه كده؟ ما هو عشان يبقى بعد كده في المنتخب الاكبر يا كابتن الكاس من جيلنا المنتخب اكبر امتى؟ مديله 2008 كاس من جيلنا يا استاذ جمال مم. حرام اللي بيعملوه ده وان كنت بقول ربنا بيديله حقه كويس على الاقل انه خد الفرصة أخيراً أه طبعاً كمان <applause> أنت بتتكلم عن عن, عن أحمد الكاس <applause> <تكلم> أيوة على 61 سنة تقول لا. لي خد الفرصة هنقول عليه المدرب الشاب يعني. أنا بشيد جدا طب ما هو كابتن حسن حياته تولى منتخب الناشئين إمتى؟ كان عنده السن ده برضه لا <applause> أيوة كان بعت لا. خالص لا. 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 مش كان لا. بيدرب لحظة واحدة كان بيدرب المقاولين وكسب الأهلي والزمالك في الكاس والسوبر كان مساع... انا مش بتكلم انا بتكلم على, بقى بكلم بقى على إيه؟ الكاس انه انا بتكلم على انه قد تاتي الفرصه متاخرا متأخرة. خير من ان لا تاتي دي ناس بتغسل ايديها مم. آه. ها من الكابوس اللي بيجي لهم انتوا عملتوا كده ليه في الكاس ان تصل في واحد خير متأخراً متأخراً من ان لا تصل نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل <الكامل> كلامنا <تصحيح> فاصل مع معاكم ان شاء الله بدأ منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الإستعداد لمواجهتي زامبيا والجزائر الوديتين والمقرر ليهم يوم 12 و16 أكتوبر الجاري، ضمن استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت روي فيتوريا تسلح بقائمة تضم 25 لاعب شهدت ظهور أحمد سامي مدافع بيراميدز ومحمد النني لاعب ارسنال الانجليزي وحسين الشحات نجم الاهلي بينما تم استبعاد امام عاشور بسبب الاصابه وضم احمد نبيل كوكا بدلا منه بعثة منتخب مصر غادرت للامارات عصر الاثنين على متن طائره خاصه وخاض الفراعنه اول مرانة على استاد طاحون بن زايد بمدينه العين الاماراتيه بمشاركه كل اللاعبين مع عدا الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي وعمر مرموش لاعب اينتراخت فرانكفورت الالماني بسبب تاخير التحقهم بالبعثه. منتخب مصر يسعى للظهور بمستوى جيد وتحقيق نتائج ايجابيه بمواجهتي زامبيا والجزائر للخروج من كبوه الهزيمه الثقيله امام تونس بثلاثيه مقابل هدف في المباراه الوديه اللي جمعت المنتخبين الشهر الماضي وبيتطلع روي فيتوريا للعوده للمسار الصحيح مع منتخب مصر وتجنب اي هزيمه جديده. فخاض المدرب البرتغالي تسع مباريات منهم اربعه رسميه وخمسه وديه حقق الفوز في ثمان مباريات وخسر في لقاء واحد سجل لاعب المنتخب الوطني تحت قيادته واحد وعشرين هدف وتلقت شباكهم خمس اهداف نكمل مع حضراتكم الحلقه استاذ جمال الزهير استاذ عصام شلتوت قبل ما اروح واتكلم على الدوري المصري وأخذ واخد بس ملاحظاتكم على الثلاث اسابيع دول أو. سؤال اقدر الله في ماتش منتخبنا الوطني الاولاني والثاني النتائج ما كانتش زي ما احنا عايزين م. هل ممكن يبقى في امور بالنسبه لفيتوريا مختلفه بالنسبه للطور لا لا لا, لا 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 هو طبيعي بس أنا لازم زي الماتش اللي فات يعني الامور الجماهير زعلت جدا ايوه ما هو لازم بس آه. نتفق آه. على زو. لا آه. لازم نتفق على جزئيه آه. انه دي كلها مباريات ودية. فالمباريات الودية حتى لو النتائج مم. ما جاتش زي ما انت عايز المهم تستفيد منها. طبعا الأفضل ان انت تحقق نتيجة وعرض كويس. مم. ده الصح يعني. افرض ده ما حصلش. أغير المدير الفني المنتخب لا بس لو ما حصلش يا عم جمال أه. انك ما جبتش النتيجة تجيب أه. العرض الكويس. أعمل إيه؟ فنقول لك زي الإسماعيلي مثلا. لا 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 ازاي؟ لا يا سيدي موافق أه. تخيل بقى رغم أه انه أه كان على فترات أه. بس استنفار محاولات مم. كذا انت قصدك يبقى نلعب كويس آه ونتغلب؟ اه ما مش بقى مش قصدي نتغلب على الاقل قصدي على النتيجه والاداء الله. لا فلا انا بفترض الاثنين لا آه. انا بفترض الاثنين لما ما الكابتن سؤاله لو ما حصلش مم. لا يعني انا معاكوا في ان الاسماعيلي مثلا قدم مباراه رائعه قدام الاهلي رغم الهزيمه واخد بالك يعني الاهلي يستحق الفوز مم. بلا شك الاسماعيلي قدم بص هو المغلوب كده كده مغلوب معلش معلش يعني قدم عرض كويس لا يعني ايوه ما انا ده اللي بقوله يعني بقى. انا شميته ريحه الايه درويش بتوع الزمالك يا كابتن ما ده اللي بقوله لحضرتك بس ما يبقاش فيه اخطاء وبعدين فرقه تبقى غالبه فتقول فنقعد بقى نلصم تاني وبتاع احنا بنقول الاسماعيلي عشان نقومه لكن ما اقعدش اقول بقى ايه اصل لو كانت كره فلان جت وكره علان بس ده لانه الدراويش فأملنا انه يطلع م. ايوه عمل أيوة. عامل تجربه باولاد صغار لكن مع منتخب مصر لازم الاداء والنتيجه لكن اه. على الاقل النتيجه ما تبقاش ام 3-1 دي ولا 2-0 وفي نفس الوقت لا اداء يعني العرض عماله زن والقوايم ومش ماشيه معاك ومش عارف لا. ايه وبتاع وفي كده كم يعني تركب بتتعمل على حكايات لكن في الاخر النتيجه والقدر بقى كوره انما ما دون ذلك لا طبعا مش حكايه استفاده احنا مش بنكون منتخب احنا عندنا منتخب مصر مصنف اول ما ينفعش صح واحنا ما قلناش ان احنا بنكوم. مش حضرتك ده انا آه بقول يعني نداء يعني, يعني انا بتكلم يعني برضه باكد على كلامك انت كمان هتكون اكنك في بتلعه في القاهره مؤكد ايوه طبعا آه يعني خلاص التذاكر بتاعه ال... وايا كان انت بتلعب حتى خارج القاهره ما انت لاعب بطولات بره ومع م. ذلك قدمت ماتشات كويسه طيب وخطها. احنا جبنا سيره ما ماتش الاهلي اسماعيل حيا هل 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 الاهلي بادائه في بدايه الموسم بالشكل ده م. فكره الاداء ده والنتائج اللي يعني انا عندي القايمه الخاصه ب جوين ذا يعني او الانديه اللي اشتركت بقى خلاص في الكلاب بتاع الاهلي في الفوز بالثلاثه اخيرا الاسماعيلي هل فكره النتيجه الكبيره والاداء اللي احنا شايفينه معناه ان النادي الاهلي خلاص الامور بالنسبه لاي فريق صعب ان هو يكسبه في صعوبة جامة جدا طالما الراجل مسيطر بالشكل ده مسيطر على لعيبته مش بقى مسيطر بس انه بيكسب اللي قدامه عامل نظام عامل سيستم اجنبي من ابو جد لا قرار لاحد من فتره بقى ومن من اخر ماتشات في السيزون اللي فات وانت جاي لا قرار لاحد غيره أصبحت الحكاية كأنه عامل الجهاز في في النادي يعني في سويسرا مثلا <applause> مع إن الأهلي هو دايما قائد التجربة لكن هو المرة دي بقى خلاص منه للمشرف العام على الكرة اللي هو يعتبر اللجنة أو المدير الرياضي <applause> وبالتالي حتى بياخد اسمها إيه لوائح الجزاءات وكذا عند مدير الفريق لكن خلاص ما فيش حتى هذا المدير اللي بيقوم يتكلم فني او يقوم يجري على الحكام او كذا الا لو اداله دور برينجر مرنجر اي حد عنده دور محدد بيشتغل عليه الموضوع ده طبعا ده. لا وعمال اشتغل عليه لانه عجبني انت التجربه دي ما حدش هيعملها غير النادي للامان هل في امور اختلفت مثلا أنك كانت خالد بيبو لا خالص أوه. ما هو بيحدث زي كده لما طلب سبع اجهزه وصمم انهم يجوا زي ما طلب ان ارضيه الملعب زي ما طلب ما عمليه تطوير عامه للنادي يعني في الاخر طبعا الـ مع... احنا كده هنستفيد بعد كده عشان كده آه. بقول لك النادي الاهلي الوحيد اللي بيوافق على كل ما هو جديد آه. لانه دايما الاهلي بيعمل ده من ايام كوتا يا استاذ جمال طيب. ثم يعني بيجيب مم. بيسبق مم. وبالتالي جاله صيد سمين دي اهم صفقه للنادي هو. والراجل ابو دقيقه عنده زي ابو 90 وبعدين مش عاجبك ما هواش موسوليني بقى اللي كان موجود ده فيقعدك لا يفضل يقول لك لازم يعجبك لان لعبك هنا وعند جسم يعني عضلاتك ومخك والدقيقه زي انت في فريق كبير طول ما هو ممرر المشروع ده لا يصب على حد يصب فانت شايف المستوى الاهل. الفني بالشكل ده خلاص هيفضل موجود هو, هو ويرتفع واضح جدا جدا أوه. بصمات كولر على التيم بتاع النادي الاهلي باينه جدا وحظه حظه بقى لا في طريقه اللعب حاجة. كمان آآ آآ وتطوير اداء لعيبه بعينهم مم. الاداء الفردي بتاعهم يعني انا بشوف انه حتى لغايه دلوقتي مش حاسم. انت ما بتحسش ان انت ما عندكش مهاجم صريح لا ده انا لسه هيجي لك فيه ايوه معلش يعني هو دلوقتي حتى انت الان... عمليه تطوير وانا مقتنع جدا لا تطوير اللعيبه كلها عارف لكن هو لغايه دلوقتي مش عارف يطور اقول لك لا أقول لك, اقول لك عمل ايه معاه عندي انا الوقت... معلومات يعني ماشي لا هقول لك لسه هقول لك تعرف ليه عارف انه انا ب... انا حاسس ان موديست لسه مش في مش في ال... مش, في, في الـ الـ مش في الفورمه انا اقول لك بتاعه اقول لك القصه يعني إيه مش اللي مت... حصل في مش مع متجاوز المباراه انا غريب. ان الراجل رفض يروح سويسرا هيقعد هنا خلاص الاجازه بس أنا مش هيسافر أخد أخد الاجازه هو خلاص. مش هيسافر خلاص, خلاص. اه هيقعد آه. عنده حاجتين ثلاثه يشتغلوا وقد يغادر في اتجاه مدينه ساحليه او حاجه لكن هيسيب برينجر وحد تاني اعتقد اللياقه او المعدلات البدنيه عشان مودست مودست جاي من خمس شهور وميزه كولر او واحده من اهم ميزاته هي المصارحه. هو الراجل خرج قال مم. عارف ضوابط اللعب هذا اللاعب جاي من حاله سكون خمس شهور هو محتاج يعني البطاريات تشحن الى جانب الجزء، وقال له انا مراهن عليك لكن الرهان ده لا يمكن ان يطول وعليك عارف زي ايه مم. مش تعاقب نفسك وعليك انك تجتهد في برنامج على مرحلتين يوميا. مم. فثقه الراجل ده مدية للناس يعني اللي لل... حواليه آه. انه جاي جاي و... ويا جماعه افتكروا كويس قوي فلافيو و... <applause> بلاش فيليكس فيليكس جه غض مم. بس صغير بس ده مش هتستنى استاذ جمال ممكن حاجه فنيه كده كلاعب اه اه طبعا انا بشوف ان مودست طريقه اداؤه وطريقه ريتمه مختلفه عن اللي بيساعدوه حواليه بمعنى ايه ان ممكن السرعه اللي عندك حواليه هم يكونوا واصلين للجون هو لسه ما طبعا هو ده, اللي ده اللي انا ده, ترجمت ده, ده انت ترجمت ده لولا انه لعيب انت ترجمت اللي انا قلت انه لعيب محترف قوي انا في حاسس كان حاول يجري ويضغط على عضلاته فيجي له مزق وشد ده هو بيقف هو بيبلى صدره يعني انا بحس مثلا انه دلوقتي ولا لما يجهز لا دلوقتي طب ما دلوقتي مش قادر يا جماعه انا بقول ما انا بقول لك هو الوضع الحالي بتاعه م. انا حاسس ان هو لسه بيتابع بيبص بعينيه يعني يعني ال ال التطور الحركي بتاعه شوف مش بالسرعه مودست, مودست هيبقى ابن تجربه كولر انه جايب لاعب كلاس ايه م. لعب كولن لعب فردر بريمينز لغاية كده ده كلاس ايه في الكورة عنده حالة سكون خمس شهور كلام مقنع مم. هو بقى الراجل رابط الحكاية بخمس ست ماتشات اهلا وسهلا اذا ما كانش هي هتثبت يعني يعني ممكن يظلم لاعب زي كهربا مثلا بالظبط لا. لا. لا, ما هو لا. عنده فرص بقى الراجل يعني الراجل نعم. ده عايز سكوات كتير وتقيل اه انت عندك السنه دي ايه عايز سكوات كتير وتقيل عالم من الاهلي وده انا لسه لاعب في 3 دقيقه و90 يعني بيلعب زي في ثلاث بطولات مع بدايه الموسم مش دوري دوري وكاس والسوبر اللي اتلعب ده في السعوديه وداخل على السوبر سوبر الافريقي آه. الدوري السوبر الجديد الدوري الافريقي اه يعني يعني في انا بتالي انه السبق في الاسابيع الجايه الانديه المنافسه اللي عايزه تنافس الاهلي انت بتحسب دلوقتي الانديه دي فقدت كم نقطه م. يعني لازم وانت قاعد بتتفرج على الدوري دلوقتي انا الاهلي مش هيلعب كتير اعتقد انه حسابات النقطه م. الاهلي هيحسب ده خسر كم نقطه يعني انت فاهم قصدي مم. يعني المنافسين بتوعنا كل المنافسين بيلعبوا فاللي فال... هيخسر نقط كتير مش هيلحق لو الاهلي رجع ل... طيب. لحالته يعني طيب الفرق ما بين كولر حقيقه ووجوده مع النادي الاهلي وسوريو في التوقيت الحالي في مكسبه مكسبه الاخير حتى قدام البنك الاهلي بتشوفوا برضو هل الراجل برضو كان محتاج بعض اللاعبين معرفش يجيبهم ولكن بيعتمد مثلا على الروح دلوقتي لان روح نادي الزمالك او روح اللعيبه مثلا استاذ عصام انت عارف وارد جدا اللي بس هي الحقيقه حتى لو عندك لعيبه هو ده دي روح لعيبه اكتر يعني. منها أسري هو طبعا ما فيش شك انه عنده طريقه وبتاع بس اصل طريقة هو جاي من علياء قوي مم. تمام عايز لعيبتنا تهضم طريقه في وقت الزمالك لا قدر يعمل انتدابات مم. ولا عنده قيد وعنده مم. لعيبه غدرت مم. اللي هم يعني سوبر لعيبه اللي يعرفوا ينتجوا مع واحد صاحب فكر زي حضرته وعشان كده ما اعلمه انه في القادم هو راح الراحل يعني بجد ما اعلمه يعني, يعني ده عشان مجلس الاداره الجديد مفيش رضا اه من كل آه. كل المرشحين, كل المرشحين اه الا اذا بس يعني هو كده. <applause> ما حدش هيقول بقى مش هيقولوا بقى دلوقتي كلام آه. الصحافه لا يعني لا وهم لسه مش في الموقع المسؤوليه كمان آه. لا هي فكره أسوريو ان هو زي ما قلت عصام جاي بفكر معين عاوز يطبقه وده مش طبيعي انت بتلعب حسب امكانيات اللعيبه صحيح يعني اللعيبه دي متعوده على نظام معين ولعب معين م. يعني مثلا كولر اول ما جه ووصل مع الاهلي وابتدى يفهم قعد فتره ولعب في لا كاس العالم لعب في كاس العالم للانديه بالطريقه اللي هو عايزها مش النتيجه خزر. هو زي ما استاذ جمال بيقول ان هو فكر ان اللعيب هنا من الاهلي بيجنيم قوي وده لا. اللي جابه فكر اللعيب منه نفسه زي كلاس ايه اللي لا. هناك لا لا لازم احفظ لا واغلس وابقى لا وهو اهتم اكتر اه. بانه يعني يبقى الجانب الدفاعي عنده كويس ولذلك كولر بيقلق جدا لما تيجي اخطاء دفاعيه لان انت لو دفاعك مش كويس الكابتن جواري رحمه مش تعرف تكسب اصلا نقلا عن كرامر يعني ونقلا عن الكالاتشيو الايطالي قال لك اللي ما يدافعش كويس ما يكسبش ايوه دي الحقيقه <applause> <خلالك> انا لاحظت <applause> اخطاء كتير قوي في جانب الدفاع النادي الاهلي في الماتش أيوة هو الراجل آل قال على قال لك ان انت بتقلي. طول الوقت عايز تكسب ما ينفعش مدافعينك اما يغلطوا في كوره يعني شوف على جون قد. وانت كسبان فرق جونين او 2-1 لا على قد ما علي معلول بيقدم مباريات قويه جدا في خطا كان ممكن يكلفه هدف اه اللي هو تصدى الشناوي يعني ورد. في كذا لعبه اخطاء ممكن اثناء اعاده اللعبه بتبقى لعبه قصيره هو قال اخطاء أوه. بعض اللاعبين هو أيوه. برضك منه مش الشريحه دي ما بيقولش بالاسم لكن يقول لك اخطاء لاعبيه وهصلحها يعني اذا هو ده موجود واضح انه بيسجل يعني طبعا روان. هو بقى ميزه كولر ان هو زي يسجل. ما انت بتقول بيشتغل على الاخطاء النواقص ويشتغل عليها ويحاول مم. يعالجها مم. فده شيء كويس مم. اما اوسوريو بقى لازم يعني لما لما اللعيبه بتشيل دماغها منه مم. يعني بتطنشه بتلعب بتكسب يعني لا تلاحظها اثناء المباريات طيب آه عشان بس برضو ما يعني اتكلمنا على الاهلي والزمالك يعني الثلاث اسابيع اللي فاتوا آه. الفرق اللي ممكن يكون لفتوا نظر استاذ عصام واستاذ جمال شايفه <applause> مودرن فيوتشر اه بادئ بدايه كويسه الاتحاد السكندري الاتحاد المصري المصري على فكره فرقه برضو كويسة جداً. طبعاً. طبعاً. فرق طبعاً. كويسه جدا المصري طبعا اه فرقه كويسه جدا رغم هزيمته رغم هزيمته من الاهلي الاتحاد مودرن إنما م. لا سيبك من الهزيمه اه انما عموما لا هنا الفرق المصري اقوى يعني في مدرب شجاع في بلدات المحلة. بلديه المحله مش يعني. هقول لك المستوى لكن على الاقل احمد عبد ده عايز يبقى صنايعي، يعني عايز يبقى له كلمة، أوه. بأمانة كده يعني كده. ومصر، واللعيبة بتغلط بيقول له تاني، أوه. ودي ميزة مم. إن أنت ما تخافش. لا والإدارة كمان يعني برضه يعني بقول عدري. الإدارة برضه شابة مم. مصطفى الشامي الحقيقة، لكن ده برضه لازم نقول إن إن علاء ميهوب أضاف إداريا <applause> للفرقة للأمانة يعني أنا عارف علاء وأنت عارف وجمال عبد بيشتغلها إزاي القصة مم. دي يعني، مم. دايماً حتى من اما كان في ستاف وايزا كانت اللعيبه تسيب الدنيا كلها وتجري مم. على العلامة واضح ان عنده هو دور كده عنده كاريزما ودور كده بيقدر يوظفه مم. كما اعلى المحترفين في الفرقه يعني. انا اعتقد كابتن ما هو في الحته الاداريه هايل هاي ها. صحيح صحيح صح. صح. فدول الفرق اللي تلفت نظرك يعني سيراميكا طبعا تغيير التغيير المدير الفني في فاركو ما استغربتوش؟ <متحدث> ما فهمتوش استغربت. غريب اه طبعا مش. يعني اول ثلاث اسابيع كده ما مم. فهمتوش مهما كانت النتائج يعني في في ادارات تقول لك انا لسه في اول ثلاث اسابيع رغم ان جون يفترض انه اللي هو المشرف على الكوره آه. من حته عاليه مم. هو راجل شغلته يعني كراجل مسوق وكذا انا بعتبره زي الاجانب ما اعرفش ازاي جت معاه كده الا لو كان يعني حس بخطا جسيم في الاختيار فغير بدري بسرعه بس هو طبعا مش هو اللي بيطلع يتكلم جون يعني تمام طيب عشان وقتي فقره نمبر 1 ناخدها طيب. مع حضراتكم طيب. آه من وجهه نظركم في الماتش بتاع الاسماعيلي والاهلي افضل لاعب حسين الشحات ولا كوكا ولا بيرسي تاو؟ مم. حسين الشحات ماشي الاسماعيلي انا من وجهه نظري عمل قطعه طيب. طيب خرافيه ماشي ماشي خلاص آه برضو الزمالك ماتش الزمالك والبنك الاهلي زيزو ولا ولا مصطفى زيزو استاذ استاذ شيكابالا شيكابالا أه. طيب افضل لاعب لاعب للاسماعيلي ثم الاهلي عبد الله سعيد بركات سيد معوض بركات 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 ماشي افضل لاعب لاعب للاهلي ثم الاسماعيلي بالعكس, بالعكس سعيد احمد سمير فرج مجدي طلبه مجدي طلبه مجدي طلبه طب افضل لاعب في الجوله الثالثه <applause> عمر كمال عبد الواحد ولا شيكابالا ولا زيكو عمر كمال عبد الواحد أوه. بحسابات الكوره شيكا نجم طبعا عمر عمر كمال عبد الواحد طيب افضل مدرب في جولة الثالثه كابتن علي ماهر كولر احمد عبد الرؤوف كولر واحمد م. عبد الرؤوف يأخذ جايزه خاصه م. كولر كولر م. طيب افضل حارس في جولة الثالثه جنش شناوي الهاني سليمان شناوي حظكم يا شباب شناوي شناوي اه الشناوي شايل كذا اه طبعا هو مركز اللي انت يعني عليها دي مركز كذا بتاع يعني. اه اه يعني لا, لا, لا يعني. كانت الامور اختلفت يعني قول بوفهم بقى قول آه. زي ما انت عايز بقى استاذ عصام بشكرك حبيبي شرفت استاذ جمال بشكرك نور شرفت والحقيقه بنستمتع بيكم ان شاء الله هيكون زميلي بكره اسلام صادق معاكم في البريمو تصبحوا على خير